نفسية ستشعر بها بمجرد دخولك إلى هذا المكان، دار مسنات صانع الخيرات، وهو دار يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويقدم خدماته إلى السيدات المسيحيات اللائي لا يقدرن على رعاية أنفسهن. أهم حاجة في مسنين الراحة النفسية إن هو يكون مرتاح للمكان اللي هو موجود فيه، يعني بيلاقي فيه كل احتياجاته. نحن دايما بنهتم بيهم باحتياجهم، والاحتياج النفسي نمرة واحد قبل الاحتياج الجسدي، لأن لو اهتمنا نفسيا بأنهم يتبسطوا ويبقوا عاديين شعرين أنهم في بيتهم مش أنهم عاديين في بيت مسنين، أكيد أي ناحية تاني بيتقبلوها. الاهتمام هو أكثر المشاعر التي يحتاج إليها الإنسان بعد التقدم في العمر، لذا عندما يجده يعرف أنه مازال على قيد الحياة وأن الأمل لا يزال موجوداً. الوحدة بتبقى برضو صعبة، فلا الحقيقة يعني الدار هنا عنايته والرعاية بتاعته، لو بس واحد فينا تعب يعني ما تتصورش حضرتك قد إيه بيبقوا مشغولين علينا. كمان كنا إخوة مع بعض وأهل مع بعض، لازم نراعي بعضينا، يعني نخاف على بعضينا ونراعي بعضينا ونساعد بعضينا زي ما ربنا وصانا لازم احنا نعمل. بعدين الواحد بيقعد في بيته يعمل ايه؟ هنا في عناية، في رعاية، وبعدين في ونس، في محبة بيننا ما بين بعض، بنطلع رحلات. يا ستي ليه؟ ربنا موجود. دايما الدار منور على مصر كلها بحاجه. اكتر حاجه كمان الحنان، يعني بيبقى مفتقد الحنان بالاكتر، لما بيكبر بيرجع زي ما هو كان صغير، فبيستنى اي حد يعني يعطف عليه بقعده كويسه كده او كلمتين كويسين يعني يسلي وحدته. بس وقت قصير يمكن ان تقضيه في مكان كهذا، ولكنك ستحمل بكل مشاعر الامتنان والراحة قبل مغادرتك، وستقول إن العمر مجرد رقم في حال وجدت الاهتمام والرعاية وجالست من تحب. فريد إدوار، سي تي في.